حتى تخلى عن نصفي إلى 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 يدي وتقطع جسدي نصفين وتمنع نصفي عن نصفي هل يكفي هذا إلى إلى يدي وتمنع حزني ودموعي ودماء شعوبي من الصرف وعاتي الخمسة أحبسها بضمير مستتر مخفي هل يكفي هذا ذاكرة القهر أجعلها تاريخا منفي وسأشكر من صادر أرضي أشكركم لن أرمس طرفي هل يكفي هذا يا روحي لا يكفي يا عيني لا يكفي يا يدي لا يكفي يا نفر لا يكفي لا يكفي لا يكفي مرحبا يا خيي أبو السعد أهلا ابو حميد اهلا وسهلا اشتقنا لك والله نحن اشتقنا لك شو بدنا نعمل كتر خير الله شغلنا فوق راسي الله يقويك يا سيدنا شو ابو حميد هل صار عم بتخطط لا انا بخطط هن اللي بخططوا انا بخط يا سيدي كله شغل الحمد لله المهم قد الاثر عندك يعني قد الثغر اليافطه مثلا والله ما بيختلف يا ابو السعد حسب الشعار يا صاحبي كل شعار له سعر ما فهمت كيف يعني؟ يعني إذا كان الشعار أمريكاني وأصلي نقبض عليه بالعملة الأجنبية يا لطيف شي غالي كثير ما بدي أرخص منه الشعارات الأجنبية ما بدي أرخص منها شو بدك متلاقي الشوارع يا رجل لا بقى ليش بقى؟ لأنه بسلامة فهمك بتجي مصنعة من هنيك توصل لعنا مثل العادة منرش عليها شوية لغة عربية وكم عبارة من اللي بعلمك منهم سيدي منيدي إبيدي وفي متعهد بيوصلها لكل المنطقة بس بينه وبينك لونها مش أصلي يعني بيدوب شوي شوي وبيهبط وبيختفي انت عليك ان انتوا تجيبوهم صناعة بتحملوها لهالسبب وكرشوا بهالشوارع لا هي اللي بتحملهم وبتكرش فيهم الشوارع اخي ما علينا اذا بدنا نعمل لنا عندك هيك شيء يافطة يعني كويسة ورخيصة وبنت حلال وتكون وطنية قد ايه بتكلف الشعار الوطني اغلى بكثير يا ابو سعد حبيب قلبي حاجة مسخرة ما كل عمره الاجنبي اغلى من الوطني ما تغلط الا الشعار الوطني ايه لا لانه بينكتب بالدم وتمنع نصفي عن نصفي هل يكفي هذا إلى إلى يكفي وتمنع حزني ودموعي ودماء شعوبي من الصرف وعاتي الخمسة أحبسها بضمير مستتر مخفي هل يكفي هذا إلى إلى يكفي إلى 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 يكفي سأصادر ذاكرة القهر أجعلها تاريخا منفي وسأشكر من صادر أرضي أشكركم لن أرمش طرفي هل يكفي هذا يا روحي لا يكفي يا عيني لا يكفي يا خيي لا يكفي يا نفر لا يكفي لا يكفي لا